بسم الله الرحمن الرحيم. دي مراجعة على التقويم الثانية ثانوي بتاعت شهر ابريل. المشتقات بقى الأول، اوجد دال صاد على دال س لكل من الدوالي الآتية. طبعًا إحنا قلنا ممكن يقول لي اوجد دال صاد على دال س، ممكن يقول لي اوجد دال شرطة س، ممكن يقول لي إيه يعني دال صاد على دال س، أو يقول لي دال شرطة س أو صاد شرطة، كل ده بمعنى واحد، كل ده بمعنى واحد. وهيديني الدوالي اللي إحنا شايفينها دي، صاد 2 س أس 5 ناقص 3 س تربيع. طبعًا هو الدالة مش هتيجي بالضخامة دي. هو يجيب لي ثلاث حدود من دول، حدين بس، انا اتعمدت اجيبها عشان تبقى شامله كله بقى، بدل ما اقعد اوزعها على كذا مساله، مساله واحده تبقى شامله الليله كلها. هيبتدي يجيب لي واحده فيها ضرب عشان نطبق خط الضرب، واحده فيها قسمه عشان نطبق خط القسمه، واحده القوس اللي عليه اس، بعد كده الداله الضمنيه او الداله الايه؟ مشتق الداله، الداله اللي هم الدالتين اللي مع بعض، اللي هم الدالتين اللي مع بعض اللي هي قاعده الايه؟ السلسله. طيب هنبدا بقى نحلهم واحده واحده، انا صورتهم لك وبعتهم لك على الجروب. هبدا بس ايه، هبدا احلهم بقى واحده واحده، انا صورتهم لك من غير حل الاول بحيث لو انت حاولت تحلهم تاني. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. اول واحده كان بيقول لي ايه، بس هعملها بالاحمر والاجابه بالاسود. اول واحده كان بيقول لي ممكن بدل كلمه صاد يقول لي ده س عادي. طيب بيقول لي ص تساوي 2 س اس 5 ناقص 3 س تربيع زائد 2 س ناقص 5 زائد 3 جذر تربيع ل س ناقص 2 على س تكعيب. زي ما اتفقنا عايز مش هيجي كل ده عشان ما تتخضش، بس هيجي لك لحد هنا ده وده 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 ده وده مثلا كده، يعني ممكن يجيب حدين او ثلاثه، بس انا اتعمدت اجيبها مساله شامله يعني. زائد الجذر طيب س تربيع. ما بحبش انا اوزع على 50 مساله ويبقى هم ايه؟ احب اجيب مثال شامل، يعني حتى مع بتوع الجامعه لما بشتغل كده اجيب لهم مثال شامل عشان هو ما عادش يتوه في التذاكر، يذاكر مساله تلم له الدرس كله. طيب بص بقى يا سيدي، ادي الصاد بيساوي الكلام ده. مبدئيا اول خطوه لازم اعملها في المساله قبل ما اشتق التعديل. يعني ايه التعديل؟ اللي فيه جذر لازم يتحول اس زي ده، يعني ده فيه عيب، واللي فيه مقام لازم يطلع فوق. يبقى اللي فيه جذر لازم يتحول اس، اللي فيه مقام لازم يطلع فوق، ده قبل اي كلام. انا كده لسه ما اشتقتش، يبقى انا لازم اكتبها الاول بالعيد. طب اللي مظبوط زي ده، يعني فيه اسين اس حاجه على السطح ننزله زي ما هو مؤقتا، يعني مش نشتق حته ونعدل في حته، لا هي ايه، تعدل الاول، تعدل الاول وبعدين تشتق في الباقي. ثانيه واحده عايز معلش. اول حاجه انا عايز اعدل دول، ثلاثه الاربعه دول عايز يتعدل، دول محترمين وكويسين مش هنعمل فيهم حاجه، فننزلهم تاني زي ما هم، ناقص 3 س تربيع زائد 2 س ناقص 5 كل ده زي الفل. دي بقى ثلاثه، الجذر س عاملها س اس نص زي ما اتفقنا. ليه؟ لان هي كان فينا واحد بره وفينا اثنين بس مش مكتوبين، فاعملها س اس نص اللي جوه على اللي بره. طب اللي موجود تحت ده يطلع فوق جنب الس. طب ده اللي جوه على اللي بره شيل عامل الجذر يبقى س اس 2 على 3. طب ده بقى فيه تعديلين، ايه التعديلين؟ اولا لازم يتعمل اللي جوه على اللي بره، يعني اس 5 على 3 ويطلع فوق كمان، يعني هو واخد المنظر ده مع ده. انت معايا؟ اولا هو جذر لازم يتحول اس 5 على 3 ويطلع فوق كمان، يعني هيبقى ناقص س اس سالب 5 على 3. انت متخيل؟ طيب كده بقى المساله بقت ايه؟ متظبطه. متظبطه نقدر نشتق فيها بقى، نشتقها ازاي؟ كاتبين يا تكتب صاد شرطه يا تكتب دال صاد على دال س. انا هي اللي جنب 2 س ناقص 5 دي 3 تربيع ولا ايه دي؟ فين 2 س ناقص 5؟ لا مش 3 تربيع، انا بقول لك يعني الجذر التربيعي كان عباره عن ايه؟ كان فينا واحد وفينا اثنين، يعني الجذر التربيعي انت طول عمرك عارف انه كده. هو في الاساس فينا عليه اثنين عشان هو تربيعي وفي علينا واحد، بس ما حدش بيكتبه بالاختصار، بس هو كده في الاساس، فبناخد واحد على اثنين. فاهمني؟ طيب والأخيرة دي في قص عليها الثلاثة؟ دي اس 3. معلش هي بس عشان ايه؟ اس 3 تمام كده؟ ماشي، يعني أي جزء كده كده أصلا في اثنين. ماشي اي جذر في الدنيا كان فيه عدد جوه، واحد جوه واحد بره، انت بتعمل اللي جوه على اللي بره. طب هنيجي بقى نشتق بطل. بص بقى بس على نفسنا بس بنشتغل كده، اقول له دال صاد على دال س تساوي. خطوات الاشتقاق ثلاث خطوات،
بضرب الاس في المعادله 5 في 2 ب 10. تاني خطوه انزل السين، ثالث خطوه انقصها واحد. تمام كده؟ يبقى بضرب الاس في المعادله، انزل سين انقصها واحد. ثلاث خطوات. يعني هنا هتبقى ايه؟ تعرف تقول لي هتبقى ايه؟ ماشي، يبقى سالب 6 س. حلو. نقص دي واحد والواحد من كده. طب اللي فيها سين هنا كان فيه هنا واحد، واحد في اتنين باتنين، ماشي والسين السين هتبقى اس صفر يبقى اتشال. فمن الاخر قال لك ماشي. اللي فيه سين من غير اس دي شيل السين. طب اللي ما فيهوش طيب سين بصفر. ده كده ضاع ماشي خالص. تمام كده؟ ده كده ضاع خالص. خش على ده. نص في ثلاثة ب 3 بعد هتلاقي نص. 3 هتلاقي خليك بقى شغال بالكسر على 3 هتلاقي. نزل السين نقص من ده واحد، هتعمل نص ناقص واحد هيدي لك سالب نص. خد بالك نص ناقص واحد لما تعمل صغير ناقص كبير يديك اجابه بالسالب. طب هنا سالب 3 في سالب 2 بموجب 6، صح؟ سالب في سالب بموجب 6. تمام. السالب 3 لما تنقصها واحد هتبقى سالب 4. خد بالك صح؟ ما هي سالب 3 ناقص واحد دي سالب 4. ماشي، زي 2 على 3 س، وهتنقص 1. سالب 2 على 3. 2 على 3 ناقص 1، هتعمل 2 على 3 ناقص 1 هتديك ايوه بقول سالب 2 على 3. سالب ثلث، هتديك سالب ثلث. ما هي 2 على 3 ناقص 1 هتديك سالب ثلث. ماشي طيب تعالى دي سالب في سالب بموجب 5 على 3، اكتب السين واعمل ده ناقص 1. سالب 5 على ماشي 3 لما تعملها ناقص 1 على القلة بقى تديك سالب 7 على 3. كده انت زي الفل. كده المسألة خلصت المفروض. المفروض كده هي خلصت. طيب ساعات ساعات بقى بيكون جمالي في الاختيارات انه مرجع دول لاصلهم. تمام؟ مرجع دول لاصلهم. وساعات يقول لي ايه عند س تساوي 1، لو قال لي عند س تساوي 1 تقوم انت شغال تعويض كل س من دي تحط بدالها 1. يعني تقوم كاتب له كده. تقوم كاتب له 10 يعني ده لو قال لي يعني عند س تساوي 1. يعني ساعات يقول لي عند س تساوي 1، وساعات يقول لي عند النقطة 1 و3. ما احنا قلنا ان المشتقة اسمها ميل المماس. ممكن يقول لك يوجد ميل المماس للمنحنى عند النقطه 1 و3. يعني تشتق برضو ده ايش دعنا بايه؟ ال1 و3 ده س وده ص. بعد عن كل س بواحد اهو. في قوس بقى 1 اس 4 وهي غالبا بتيجي كده ناقص 6 في 1 زائد 2 زائد 3 على 2 في 1 اس سالب نص. انت معايا؟ وهكذا بقى. ماشي معايا ومش معايا؟ وتطلع الاجابه بالله. مفهوم. طلع الاجابه بالله. طب افرض انا حبيت اعدل المنظر ارجع بعد. انا دلوقتي خد بالك انا طلعت زي تقول انا طلعت الناس دي فوق عشان يعملوا لي شغل في البيت. اه طلعتهم، ده كان تحت طلعته وده عدلته وده عشان يطلعوا يعملوا شغل في البيت. الناس دي خلصت مهمتها لازم ترجع لاصلها تنزل تحت او ترجع لوضعها الطبيعي. ترجع لوضعها الطبيعي ازاي؟ هو المفروض لحد كده تتعامل على الدرجه كده. طيب بس انا بقول لك ليه؟ عشان ان شاء الله ما تخش الكليه لو هندسه او كده، او ممكن يجي لك في الاختيارات في الامتحان ان هي مرجعه لاصلها. طب نرجع الاصلاح عادي، دي هتبقى 10 س اس 4 زي ما هي، سالب 6 س دي 2 زي ما هي، دي 3 على 2. بص هقول لك على حاجه، مش المفروض دي س اس سالب نص؟ وضعها الطبيعي انها تنزل تحت، دي س اس موجب نص. طب وضعها الطبيعي اكتر ان س اس موجب نص دي كانت ايه؟ كانت جذر س، صح ولا ايه؟ ده بعد ما انا خلصت بقى خطوه الاشتقاق اللي هي الاس في المعامل ونزلت س ونقصتها واحد الحوار ده. طب دي وضعها الطبيعي كانت تعمل ايه؟ تنزل تحت، صح ولا لا؟ طيب دي وضعها الطبيعي ايه؟ بيتعمل فيها حركتين، كانت هتنزل تحت تبقى س اس موجب تلت. الوضع الثاني لها ان س اس تلت دي ترجع جذر، ترجع جذر اللي جوه على اللي بره، يعني ترجع كده جذر اللي احنا جوه. محتاجين الخطوة دي يا مستر ولا بتعلمها بس كده؟ الخطوه دي المفروض يعني ان انت يعني لو ما عملتهاش ما تنقصش عليها المفروض، بس في ناس بنقص عليها او مش في ناس بنقص عليها. انا لو جاي لي في اصلا الاختيار هو اختياري. بس هقول لك على حاجه هي سهله، انت بدا اس سالب بتنزله انت تحت بقى اس موجب وترجع هيفيدني في بقى اجابة الاختياري وترجع يعني ولا ترجع لا؟ غاز. انا ليه بس بعرفها لك؟ بعرفها لك ليه؟ اذ ربما في الاختياري هو يجيبها كده، يجيبها في وضعها النهائي، في وضعها النهائي. يعني ممكن ما يجيبها، ما يجيبها سيبها كده، يجيبها في وضعها النهائي، يجيبها في وضعها النهائي. تعال على دي زائد 5 على 3. انا هعرفك سهله قوي. بص المفروض الوضع الطبيعي انك تعمل ايه؟ دي تنزل تحت تبقى ماشي، يعني سين 7 على 3. سين اس 7 على 3، صح؟ طيب المفروض بقى ده اللي جوه وده اللي بره، خلاص سيب السبعه يا عم، هي سهله على فكره، سيب السبعه واعمل علامه جذر وحط عليه هنا 3. فيها مشكله؟ لا
فاهمها عايز ولا مش فاهمها؟ فاهمة بس هو حوار بايخ. هي حوار ماشي انا معاك، بس الفكره ايه؟ انا بخاف من حاجه ان يحصل ان الايه؟ ان طب هو في يجيبها الامتحانات ساعات بيجيبها كده؟ ممكن يجيبها في الاختيارات كده متعدله. فانت وصلت لهنا انا معاك. طب افرض هو جابها كده 3 على 2 جاز سين، انت هيتقالك ان اجابتك غير دي. والله والله بص انا هعملها، بص انا هعملها كده وبعدين فاهم في الاختيارات لو جات لي كده بقى ايه اشبهها. ماشي ماشي اوكي مفيش مشكله. انا بكلمك ان ايه؟ ان انت تبقى عارف انا اصلا انا الاختيار. مش هعملها، بص الاختياري انا هشبهها بقى هتبقى بالعين بس واضحه يعني. اختياري انا اتوقع ممكن يجيبها لك كده، مش هيجيبها لك بالمنظر ده، ممكن يجيبها لك 100 بعد ما تعدلت. فانت تبقى عارف الاثنين يا عم وخلاص. طيب تعالى بقى نشوف دي، طبعا اللي هي المشتقه العاديه خالص، اللي هي الداله العاديه خالص او الداله العاديه خالص. في بقى بعد كده الحالات الخاصه او القوانين اللي هم ايه؟ عندك المشتقه تتقسم لضرب يا اسمه يا ايه؟ يقوس عليه اس. انت المساله بتاعتك بتحدد نوع، هل هي عاديه زي دي جمع وطرح؟ ولا هل هي ضرب؟ ولا هل هي قسمه؟ ولا قوس عليه اس؟ انا جايب لك نوع من كل نوع. طيب تعالى بقى دلوقتي الضرب هتبقى ايه نظامها؟ الضرب هيبقى ايه نظامها؟ هتبقى المساله عامله كده. بص هيقول لك ايه؟ ص تساوي ص تساوي بص س تربيع زائد 3، وهنا 2 س تكعيب زائد 4 س ناقص 2. بص يا سيدي هما دالتين مضروبين في بعض، انا لما اجي اشتق اعمل ايه؟ بص ده ص على ده س، دي يعني اختصار كلمه مشتق. اول ما تشوف انت المنظر ده عايز هتفتح اربع اقواس، قوسين زائد قوسين، ترسم الرسمه دي. طيب انت هتبتدي تشتق الداله دي وهتنزل دي زي ما هي، ترجع تشتق دي وتنزل دي زي ما هي. ففي ناس يقول لك طالما دي هتنزل زي ما هي يقوم منزلها هنا، بص يقول لك زي تعمل زي مقص كده، بص يعني دي هتنزل هنا عشان ما ينساش. والتانية شريطها هتتغير، أنا افتكرتها دي. الثانية هتنزل هنا الأولى. أيوة في واحدة بتبقى، والتانية بقى بنبدل ونغير إشارات. ولا هتبدل ولا هتعمل أي حاجة. بص هي الفكرة إيه؟ إن أنا هشتق دي ودي هتنزل، أهي نزلناها. هرجع هشتق دي الثانية وأنزل الأولى، أهي نزلتها. تعالى بقى يا ريس، أنت بقى لما عملت خلف خلاف كده هتبتدي أنت إيه؟ مش هتغير اشارات ولا حاجه، انت تشتق عادي جدا. دي مشتقتها ايه؟ ايه الاشتقاق بقى لما اقول لك اشتقاق اللي هم الثلاث خطوات، 2 في 1 ب 2، نزل السين نقصها 1. ما هو معنى اقول لك اشتق يعني اعمل الثلاث خطوات بتوعك. تمام؟ والواحد ما بيكتبش. طب الثلاثه دي ما فيهاش سين، صفر تشال خالص. ماشي. والثانية ستة. اشتقنا دي ونزلنا دي زي ما هي. هرجع بقى لو أيوة جبت أيوة دي زي ما هي ما نعملش فيها حاجه ونشتق دي، هقول ستة سين تربيع ايوه زائد الأربعة. بس ودي ضاعت. خلصت اعمل مساله، أيوة المفروض ان المساله خلصت لحد كده. هيقول لي عند س تساوي 1 غالبا برضه، تقول انت معوض عن كل س بواحد. تمام؟ غالبا المسائل دي كلها بيقول لك عند س تساوي 1، عند س تساوي سالب 1. طبعا التعويض ما فيهوش مشكله. طيب نفرض ان هو حب يفكها اكتر من كده، والله براحتك، المفروض لحد كده خلصت. المفروض لحد كده خلصت. حب يفكها يعني ايه؟ تقوم انت فككها، تمام كده؟ ده حب يفكها. لو انت حبيت تفكها ممكن تفكها، اعرفك برضه فكتها ازاي؟ المفروض لحد كده خلصت. اعرفك لو جايه مفكوكه، بتدخل 2 س تضربها في كل دول اهو. تبقى 2 س في 2 في 4 س اس 4، 2 س في ده 2 في 4 ب 8 س تربيع، 2 في ده بسالب 4 س. دول بقى دي حوار بقى دلوقتي، دول 2 في 2 الاولاني يخش يتضرب في ده وده. انت معايا ولا مش معايا؟ معاك بس اللي هو الشغل العادي بقى بتاع اعدادي، الثلاثه تخش تضرب في ده وده، 18 س تربيع زائد 12 تجمع الحدود المتشابهه. طب ليه يعني كل ده؟ المفروض يعني انا اقصد لو هو جايبها لك من الاخر، ما هو ممكن يجيبها لك من بعد ما اتفكت واتجمعت في الاختيار. هي المفروض لحد كده هي خلصت، لكن افرض هو فكها وجمعها هتلاقي انت اجابتك خلصانه لهنا وهو اجابته حاجه تانيه. فاهم قصدي؟ انا بعرفك اخرها وهو يجيبها في اي مرحله بقى، انت معلش معايا، بس دي الخطوه الرئيسيه. دي الخطوه الرئيسيه، تمام؟ تعالى بقى دلوقتي اجمع بعد كده اللي فيه س تربيع اللي هو ده 8 و4 12 و18 30 س تربيع سالب 4 س و12 سالب 4 س مش حد شكله. وبعد ال 12 ده شكلها النهائي. عشان كده بقول لك هو اللي بيحط الامتحان بيوفر على الطالب او بيريح دماغه في حاجه، ان يقول لك ايه؟
طب ما انا احط السين دي اقول له السين بواحد، فالولد هيعوض وخلاص ويطلع اجابه وخلاص بدل ما يقعد يفك، لان الفك ده اكيد الطالب هيلوش فيه، تمام؟ وبيبقى متعب بيني وبينك في التصحيح، ما اكذبش عليك يعني، عشان انا اقعد اراقب وراك كل الحدود دي متعبه يعني، مهلكه وهتضيع وقت في الامتحان. فدايما يعني اللي بيقعد على الامتحان يبقى رحيم بالطالب، يقوم حاطط عند سين تساوي واحد. عند سين تساوي واحد انت من اول الخطوه دي مش محتاج تفك، اهو عند سين تساوي واحد يعني كرحمة بالطالب يعني، يقوم له ده لصاد على ده زي لسين كده. وخلاص. اه يقعد على كل سين بواحد او اتنين في واحد، عايز تعمل فيه ماشي، عايز تعمل قوس ماشي اللي يعجبك يعني، واتنين في واحد تكعيب زائد اربعه تكتب نفس الإجابة. ها؟ تكتب نفس، لا ماشي ماشي كمل. صح الآلة ماشي. بقى، كل ده على الآلة، فهمت؟ كل ده على الآلة، أنت ممكن تعملها قوس قوس براحتك بقى، وتخلص ده الأول وتخلص ده في بعض، عايز تكتب بالأقواس بس عشان ما تلخبطش في الأقواس، لما تعوض جوه في قوس مدور خلي قوسك اللي بره مربع عشان تبقى عارف إن ده قوس، لأن الآلة زي ما أنت عارف لو أنت فتحت قوس ونسيت تقفله إيه، بص مش هت إيه هتطلع لك إجابة غلط. أه وتيجي على ده مثلا زائد أهو، مش المفروض عند سي بس واحد يا مستر اسمه الإجابات كلها تطلع زي ما هي، الإجابة هتطلع زي ما إيه؟ يعني مش مفيش حاجة تتعدل المفروض. لا مفيش تعديل ولا أي حاجة، أنت من أول خطوة الشطاب دي كده هتقوم معوض، هتسيب سواء ما أنتش محتاج، ماشي اطلب بعد ما اعوض عن ماشي ماشي، من غير السينات بقى اكتب الإجابة من غير السينات يعني. أه كل سين تشيلها تحط بدالها واحد، طيب ماشي ماشي كل سين تشيلها تحط بدالها واحد، أهو كل ما يقابلك سين أهو، سين أنت جايب تحط بدالها واحد، أنت جايب فوكس، وتطلع إجابة دي كلها تطلع رقم وخلصت. غالبا هو هيجيبها لك كده، يقول لك انا سين ساعه عشان يوفر عليك خطوات التعويض، خطوات الفك دي مفيش داعي بقى انك تفك بقى، في ناس على فكره يفك وبعدين يعوض في اللي فكه ده، طب ليه بقى؟ ما انا فك، ما انا اعوض في ده احسن، لا اغلط في الفك او ما اعوض في المفكوكه تطلع غلط، طب ما انا اعوض في الاصليه ده بقى، يعني اعوض في الشغل الاصلي ده، انت معلش معايا فهمت عايز الحوار ده؟ طيب تعالى بقى النوع اللي بعد كده، هيجيب لك الدالتين فوق بعض، فوق بعض ازاي؟ بص بقى يعني ايه اسمه؟ يعني بدل ما هي ضرب اهو هيقوم جايبها لي الدالتين اسمه، طب احنا اتفقنا الضرب اربع اقواس، طب الاسم ايه ظروفه؟ الاسم هتبقى خمس اقواس، بص يا سيدي هيقول لك ايه؟ اهو فين المسألة اللي كنت كاتبها لك؟ ايه؟ بص بقى يقوم قايل لك ايه؟ ص تساوي دي رقم ثلاثة، ص تساوي الدالتين بقى جايين فوق بعض، س تربيع ناقص واحد على س تربيع ناقص خمسة س زائد ست. انا زي ما قلت لك ارسم المساله، يعني ايه ترسم المساله؟ طب دي جايين دالتين فوق بعض، قال لك لا دي رسمتها خمس اقواس مش اربع اقواس بقى زي الثانيه الضرب، يعني ايه؟ هنشد شرط الكسر كده، بص بقى يا ريس، قوسين ناقص المره دي ناقص الثانيه كانت زائد، قوسين على قوس تربيع. طب ايه الحوار اللي هيتعمل؟ زي ما كنا بنعمل، اعتبر دي كانت الاولى ودي الثانيه، مش انت كنت بتشتق الاولى وتنزل الثانيه زي ما هي؟ اشتق الاولى هتبقى 2 س ونزل الثانيه، في بقى ناس يقول لك مشتقه البسط في المقام ومشتقه الحادي يتلخبط، انا اعتبر دي الاولى ودي الثانيه، بس بدل ما كانوا جايين جنب بعض جايين فوق بعض. معايا عز مش معايا؟ تاني الحتة اللي انت قلتها لي بس. سنة مش الدالة دي كانت الدالة دي بتيجي جنبها هنا في المسألة اللي فاتت، ماشي، انت جبت 2 سين دي منين بقى؟ اشتقيت بقى اعتبر دي الدالة الأولى يا عم ودي الدالة التانية اللي كانت جنبها بس نزلناها تحت، فأنا ماشي هشتق الدالة الأولى اللي هي البسط، اشتقت السين تربيع بإيه؟ ماشي باتنين س والواحد بصفر، ماشي وهنزل ماشي. التانية كما هي اللي هو المقام، هي الفرق بس إن طيب ماشي، الأولى بقى اسمها البسط والتانية بقى اسمها المقام، ثبت الثانية بقى. ترجع بقى تقول انت مثبت مين؟ ثبت الاولى بقى، انت مش اشتقيت الاولى؟ ايوه ثبت الاولى مالكش دعوه بيها. ها؟ عشان كده بقول لك بص ممكن تعمل انت ايه؟ تقوم منزل الاولى دي بعد الناقص والثانيه دي قبل الناقص. ماشي، العكس تبقى هنا يعني. 2. ها؟ ماشي، تبقى 2 مشتقة اللي تحت دي بقى تبقى ايه؟ 2 اتنين بس. ناقص 5 لا اتنين سين يا ريس.20 مشتقة ثلاث خطوات، الأس في المعامل بعد بعد كده ما تروح احمد. اه اول حاجه بص الاس تضربه في المعامل، ماشي، خلينا اطرح القصة واحد. ثاني حاجه نزل سين
ثالث حاجة نقص الأس واحد. ماشي. تحفظ دول زي حلقة في ودنك اتنين ليه؟ تيم ناقص خمسة. تحفظ دول زي حلقة في ودنك ليه؟ لأن دي معايا اللي اشتغل ده معايا في ثالثة ثانوي برضه. ده تمهيد. ثالثة ثانوي برضه إيه؟ ماشي. التوسع بقى. طيب خمسة سين هتبقى بإيه؟ خمسة بس. السين تشيل والستة تشيل. فهمت؟ طيب ثالثة ثانوي دي عايز إن شاء الله هتراح أسبوعين بعد ثانية ثانوي دي كده أسبوعين ثلاثة ولا تطلع مصر ولا حاجة وهنخش على طول فيها لأن هنبقى محتاجين بقى نحل كذا. شهر 7 بقى ها؟ أه أصل أقول لك بالظبط. ليه؟ ثالثة ثانوي بقى مش محتاجين بس نحل عشان الامتحان وننجح، لا هنحل بقى إن شاء الله المعاصر ولامي ونحل كل الأفكار بإذن الله وكتاب المدرسة يعني بص كله أنت فاهمني؟ طيب تعالى بقى نشوف دلوقتي على اللي تحت ده يبقى تربيع. س تربيع ناقص 5 س زائد 6 لازم نكون حالين كل الافكار. اه اللي تحت ده بقى بص يا سيدي ان شاء الله نكتبه زي ما هو بس اس 2 بس ما تعملش فيها حاجه كده خلصت المساله. والله انت عايز تقعد تفك بقى فوق وفك بقى العادي ده يخش يتضرب في دول تفهم والكلام ده ماشي عايز تسيبها كده سيبها انت غالبا هتسيبها كده لانه فعلا هيقول لك برضه عند س تساوي 1 او عند س تساوي 2 هتبتدي تعوض فيها فوق وتحت وتجيب تمام؟ ايه طيب يبقى دي الحاله الاولى لو جات لي ضرب، الحاله الثانيه لو جات لي قسمه. الحاله الثالثه هيجي لي قوس عليه اس. اه ايه قوس عليه اس دي بقى؟ يقوم عامل لي كده بص انا لو صنفت مسالتي عز هل هي جمع ولا طرح؟ هل هي ضرب؟ جمع ولا طرح اللي هي اول حاله خالص. ضرب اللي هي 4 اقواس، قسمه اللي هي 5 اقواس زي ما انت شفت. اللي بتاع ده بسمعه رايت القوس عليه اس هو ده النوع الثالث. لو صنفت مسالتي هي اي نوع من الاربعه دول هتلاقي الدنيا ماشيه معاك زي الفل تمام. طب تعالى نشوف النوع الثالث او النوع الرابع بقى. اه ده يعتبر اخر نوع فيه صاد بتساوي هو كل ده درس واحد يا مستر؟ لا ده كذا درس ده كذا ماشي درس اه كذا درس. انا عامل لك مراجعه يعني كذا درس تمام ماشي كذا التكعيبي ليه بقى؟ س تربيع ناقص 2 س زائد 3 بص ايه؟ والدرس ده هيخدمنا في الدرس اللي بعده اللي هو المشتق في الدوال المثلثيه. لو انت فهمت اللي انا بعمله دلوقتي ده بالنسبه لك مشتق الدوال المثلثيه هتبقى سهل. طيب بص يا سيدي هو مبدئيا اول اي مساله في الدنيا هشتقها لازم اعدل الاول ما ينفعش اسيبها بالمنظر ده. طب تقدر تقول لي هتتعدل دي ازاي؟ ها؟ اشتقها يعني على في لا ثانية واحدة التعديل الأول التعديل اللي هو الجذر ده لازم يتشال. طيب ماشي ها تبقى س تربيع ناقص لا كل تكعيب يعني زائد 3 لا ثانية واحدة لما تشيل الجذر تاخد اللي جوه على اللي بره اللي جوه على اللي بره يعني اس 2 على 3 هي المسألة بقت كده. هو ممكن يجيب لك المسألة من أول هنا تعدلها جاهزة كده ويجيب لك ده أس طبيعي 5 بتاع كلام زي كده وممكن يجيبها لك كده وأنت تعدلها. أنا المهم إن أنا لازم المسألة تكون أس عليه أس. طب ماشي هنتعامل معاه بقى بص يا عز اعتبر القوس ده كانه سين مثلا وادي الاس مش انت كنت بتضرب الاس في المعامل السين دي قبلها واحد تضرب الاس في المعامل ماشي نزل السين وتنقص من ده واحد هو ده بطل الاعتبار بس فيبقى في خطوه زياده لان مش معقوله المساله الصغيره دي زي المساله الكبيره. ايه بقى الخطوه الزياده؟ اهو بص بقى دي هنعمل نفس الحوار تاني اقول له ده الصاد على ده السين اول ما ابتدي هضرب الاس في المعامل والحوارات دي اكتب ده صاد على س ما اكتبش بقى صاد. طيب هنا كاني في واحد طب ساعات يكون في رقم هنا بره مش لازم كل مره بقى واحد كان في اثنين عادي. أه. اضرب الاس في المعامل 2 على 3 في 1 ب 2 على 3 نزل القوس بتاعك يا بطل كما هو نقص من ده واحد هكتب على الاله 2 على 3 ناقص دول 1 يعني اه يطلع لي سالب سالب كله ما اصل الثلثين اصغر من الواحد فانت لما ايوه بتطلع من ماشي الواحد بتطلع الاجابه بالسالب. أوه. بس الشعوره دي هتبقى زي المساله البسيطه اللي هي كانت كده يعني اكيد فيها ايه حته زياده. ايه الحته الزياده اللي فيها؟ انك بترجع تفتح قوس صغير كده اهو وتشتق اللي جوه تمام. مشتقه اللي جوه س تربيع هتبقى بكام؟ ها ها تبقى باتنين سي حلو. طب ودي تبقى ناقص اتنين بس طب ودي بس اتكلت على الموضوع دي. طيب بص بقى في ناس بقى بعد ما يخلص يقول لك ايه طب ما هو ده معلوش اس وده معلوش اس اضربهم في بعض يعني ده كده يقوم واخده مع ده يضربوا 2 على 3 بس ساعات بيجي لك المساله بالمنظر ده يعني ايه
هو المفروض كده خلصت، بس ساعات بيجي بقى ايه بعد ما بيخلص من ضارب ده في ده، تبقى خطوه بس زياده، 2 على 3 في 2 ب 4 على 3 سين، 2 على 3 في سالب 2 هتديك سالب 4 على 3، ويحطها في قوس بقى كده ويرجع ينزل القوس ده، يعني يوفر قوس يعني. فساعات المساله تجيلي في الاختيارات بالمنظر ده، يبقى انا لازم اكون برضو ايه عندي فكره عن النقطه دي. برضو عند س تساوي 1 عوض وخلاص، وكل عام وانتم بخير. يبقى احنا كده عرفنا المساله ايه نظام. بص عشان الكلام ده هينفعنا فين بقى؟ هينفعنا في مشتقه الدوال المثلثيه اللي هي بعدها. تمام؟ طيب تعالى لي بقى المساله الخامسه، بصور لك كل ده في الباب. بلاش. طيب تعالى بقى صوره وبعته لك على الواتساب اهو. تعالى لي بسم الله الرحمن الرحيم. اخر نوع بقى يا ريس ده اللي له حلين. يقول لك عليها مشتقه الداله الداله، او يقولوا عليها ايه؟ قاعده السلسله. ليه؟ لان هي لها حلين. يقول لك ايه؟ بص بقى المساله دي لازم تيجي طبعا. وفي ثالثه ثانوي مهمه جدا جدا. تمام؟ شايف عز اللي بناخده دلوقتي ده؟ ان شاء الله بنيجي ناخد في ثالثه ثانوي، وهقعد اقول لك فاكر يا عز لما كنا بنقول ده كده تاني. اكشن تاني مره بس على اوسع. هيديك الداله دي فيها صاد وعين، والداله التانيه فيها عين مع سين. بص تمام كده يا ريس. بص بقى ادي صاد مع عين، وادي عين مع سين. حلو. وهو طالب مني اصلا اوجد ده صاد على ده سين اساسا. طب ايه ده بقى؟ ده صاد على ده سين، يعني لازم يكون هنا صاد وهنا سين. طب هنا صاد وهنا عين. فقال لك احنا ممكن نحلها بطريقتين. الطريقه الاولى هعملها هنا في الحته دي، وانا افضل الطريقه الاولى. ماشي؟ ده الحل الاول وده حل اخر. بص يا سيدي، الطريقه الاولى يقول لك ايه؟ مش انا ده صاد على ده سين، يعني عايز صاد تساوي سينات، مش عايز صاد تساوي عينات، صح ولا لا؟ طيب طب ايه المشكله؟ ما نقول صاد تساوي، وبدل كل عين ما العين اهي. ماشي، بدل كل عين هكتب دي. ماشي بس شكرا. يعني العين دي هتكتب بدل البتاع الكبيره دي، س تربيع ناقص 3 س زائد 5 اس 4 زائد 3 واكتب تاني تربيع ناقص 3 س زائد 5، وفي الاخر ناقص 2. بس ناقص 2. انت ممكن بس عشان توفر على نفسك في الاشتغال شويه، دي ممكن تتفك شويه، يعني دي مش هتعرف تفكها طبعا. يعني انا بس عشان ايه ما اتعبش نفسي في قواعد الاشتغال كتير، اللي ينفع يتفك كده على خفيف فوق. بص دي مش هتعمل فيها حاجه، مش هتعرف تعمل فيها حاجه، بس دي ممكن الثلاثه تخش تضرب في نور، يعني ايه المشكله؟ كنوع من التبسيط يعني، فاهم؟ ناقص 9 س زائد 15 ناقص 2، و15 ناقص 2 ممكن تبقى 13، ولا ايه؟ انا بخف على نفسي بس. طيب اجي ابص بقى، لازم اقيم قبل ما اشتغل، اقيم نوع المساله. يا ترى المساله دي نوعها ضرب ولا قسمه ولا قوس عليه اس ولا مساله عاديه؟ المساله منقسمه لجزئين، الجزء ده قوس عليه اس، والجزء ده مساله عاديه، صح؟ مساله عاديه يعني اول فكره اللي هي جمع وطرح. طيب ماشي. فانا ابتدي اشتغل بقى، القوس عليه اس له نظام. نظامه ايه؟ بضرب الاس في المعامل 4 في ماشي 4، برضه. بنزل القوس زي ما هو، فهمت؟ اقسم الاس واحد، وبرجع افتح قوس صغير جنبه، اشتق ما بداخل القوس. كل ده انا في المساله الاولى، انت معايا عايز؟ ايوه 2 س ناقص 3. حلو، احنا كده كل ده كده احنا خلصنا اول واحده دي اللي هي قوس عليه ماشي اس. اللي جنبها مساله ماشي. عاديه خالص، مساله ستة عاديه خالص يعني اشتق صح، 6 س ناقص 9 ناقص تسعة بس، ماشي. كده المساله خلصت. دي الطريقه الاولى. الطريقه الثانيه عشان لما تسمع انا بعد كده اسمها قاعده السلسله. ايه قاعده السلسله؟ معلش انا هخلي قاعده السلسله لوحدها عشان هي هتاخد ايه؟ هصور لك بس دي كده. مش ده حل تاني يعني؟ ده حل تاني، بس انا لازم نعرفه طب برضه، لا لازم نعرفه ما انا نسأل. فهمت الاول. اصل ممكن يجي لنا ايه؟ يسالنا حاجات لازم نكون احنا ملمين برضه بقاعده السلسله. ايه قاعده السلسله؟ قاعده السلسله دي يقول لك ايه؟ بص بقى يقول لك ايه؟
يقول لك انا هشغل كل واحد مع نفسه. يعني ايه؟ بص هي ممكن الطريقة الأولانية ما تنفعش، أنا أختار بتاعة الترسالة دي. لا بتنفع بصراحه، بس احنا برضو ايه لازم نعرف القاعده دي، ربما يجي لي فيها سؤال ما بقاش أنا فاهم. أصلا مش عايز أشتت. اصلا قاعده مشهوره جدا في الرياض قاعده السلسله، سموها تشين رول بالانجليزي. قاعده السلسله دي يقول لك يا سيدي، يقول لك اشتغل كل واحده لوحدها. يعني ايه؟ مش دي جايه لك صدمه عين؟ ودي جايه لك عين مع سين. دي صاد مع عين، نقول له ده الصاد على د العين عشان هي صاد مع عين، مش هندمج المسألتين في بعض بقى، كل مسألة مع نفسها. أربعة في واحد بأربعة عين أس ثلاثة، صح ولا لأ؟ ثلاثة عين هتشيل منها العين والاتنين ضاعت، صح ولا لأ؟ طب خش على دي، دي جاية عين مع سين، يقولوا إيه؟ د العين على د الإيه؟ سين. انت معايا عايز ولا مش معايا؟ ايوه ماشي. 2 في 1 ب 2 ينزل السين ناقص 3. بس هي فيها مشكله واحده القاعده دي، يقول لك ايه؟ يقول لك ان بعد انت خليت بقى ده صاد على ده العين اهي بكده، ايه ده العين على ده كده، يقول لك حاول تخلي اجاباتك النهائيه، طالما انت بتقول لي اوجد ده صاد على ده سين، حاول تخلي اجاباتك النهائيه كلها سينات. يعني ايه يا عم الحاج؟ دي كده اجابتها سينات، عايزين دي اجابتها تبقى سينات، يعني برضه هنعوض. عرفت ليه بقى انا بعوض من الاول وانجز؟ لان برضه احنا كده كده هنعوض برضه. العين كانت بكام؟ اهي. انت فاهم؟ والله يا مستر بالكلام ده، انا همشي بالقاعده الاولى خلاص اهو ولا يا عم. سلسله ولا مش سلسله؟ انا همشي بالقاعده السريه الاولى خلاص ولا سلسله ولا مش سلسله؟ ماشي ماشي، انا بكلمك يعني اذا ربما تضطر تستخدمها. تمام؟ كده بقى بص، بعد كده بقت سهله بقى، بقت سهله في ايه بقى؟ هي برضه فيها ميزه برضه صغيره. ان بيقول لك ايه بقى قاعده السلسله؟ يقول لك ان انا ممكن د ص على د س دي انا ممكن اقسمها لكسرين. بص الحركه هقسمها ازاي؟ هعمل كده وهعمل كده. بص هكتب د ص دي هنا عشان هي في البسط، وهكتب د س دي هنا عشان هي في المقام، وهحط هنا كلمه د العين وهنا كلمه د العين. تاني د ص اتكتبت هنا، د س اتكتبت هنا عشان هي تحت، وهكتب هنا د العين وهنا د العين. خدت بالك؟ سموها قاعده سلسله عشان كده، عشان انت خدت ايه؟ صاد مع عين ورجعت خدت عين مع سين، سلسله. يعني بص يعني هم اصلا صاد وعين وسين، انت خدت صاد مع عين ورجعت خدت عين مع سين. ده السلسله كده. تمام؟ طيب بتعمل ايه بقى في الاخر؟ مش انت عايز دال صاد على دال سين؟ المطلوب مني اوجد دال صاد على دال سين. يقول لك بس هي اجابه دال صاد على دال عين كانت كام؟ كل الاجابه دي تكون كاتبها. تحطها في قوس كبير كده. طيب هي اجابه د العين على د س كانت مين؟ كانت دي. تحطها في قوس كبير او قوس صغير. ما هو القوسين بقى مضروبين في بعض ما بينهم ضرب اهي، بس كده المساله خلصت. انت معايا عايز ولا مش معايا؟ فهمت بقى ايه الفرق؟ ثانيه واحده، احنا كنا ناسيين هنا في حاجه. ده تصدق احنا غلطنا في حاجه؟ لا لا مظبوط، صح، كان في ناقص ثلاثه بس. كان في ناقص ثلاثه. انا مستوى بتاعي دي كلها مش لازمه في حاجه بصراحه. ماشي، انا بس بقول لك ان عندك فكره عنها، اذا ربما يجي عليها سؤال، ماشي ربما يجي عليها سؤال في الايه، في الامتحان. طيب معلش بس دقيقه، عايز اصور لك دي، بس الموبايل بيعمل باك اب كده، اخدت كام درس؟ كده. هو فاضل كده بس بشتقة الدوال المثلثيه يعني. درس لو واحد؟ بس هو بقى ايه، انا بفكر اقول لك دلوقتي ليه لان هو مترتب على دي، بفكر اعرفك بس فكرته وابعت لك انا مسائل تحلها عليه، ابعت لك مسائل. انا اصلا كده خلاص تفاضل كله الا درس. كده بقى التفاضل كله خلص، يبقى فاضل لك درس معدل التغير اللي احنا خدناه فاكره، بتاع د س وده س زائد ايه وده، وكده التفاضل خلص. بعدين التطبيقية بقى. التطبيقيه بقى والجبر والمثلثات. يا نهار اسود. لا عادي يا عم، مش مشكله مش مشكله. الفكره في ايه؟ ال يعني لكن ناخد منهج كله في شهر 24. القصه في الدوال المثلثيه ان انت هتحدد برضو نوع المساله. بص يا سيدي، هو بس احنا عندنا ثلاث حاجات مهمين، ان الجا مشتقتها جا،
الجتا مشتقتها سالب جتا. مفيش بقى الاس في المعامل والحوارات دي. اه الظا مشتقتها قا تربيع، الظا مشتقتها ماشي قا تربيع. بس انت كل ما عليك انك هتعمل ايه يا بطل؟ بص بقى، هيقوم جايب لك مساله بقى، يجيب لك المساله وانت تحدد نوعها. يعني هو يقول لك ايه؟ هيجيب لك مساله كده، ص تساوي بص بقى 3 س جتا 4 س. انا الاول لازم احدد نوع المساله، يا ترى المساله جايه مساله عاديه جمع وطرح ولا ضرب ولا قسمه ولا قوس عليه اس. ضرب المساله دي جايه ضرب، ايه اللي عرفك انها ضرب؟ لان دي داله عشان عاديه خالص، الداله الخطيه، ودي داله مثلثيه، صح ولا لا؟ ماشي يبقى المساله دي ضرب. طالما المساله دي ضرب يا باشا، هي كانت كده من الاخر. الضرب معروف ديته، الضرب بيعمل ايه؟ بيفتح اربع اكواس، تك 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 تك، صح؟ مش ده الضرب؟ ايوه اشتق الاولى ونزل الثانيه، اشتق 3 س بايه؟ ثلاثة بس 3 بس، وينزل الثانيه، يجي بقى ومساب الاولى ويشتق الثانيه. اما تيجي تشتق الثانيه دي بقى، خد بالك هي الجتا س، سل سريع، الجتا س بايه؟ سالب جا س، يبقى جتا 4 س سالب جا 4 س. واحط انا أربعة في الأول. تحط 4 في الاول، بس ما تحطهاش قبل السالب، بين السالب والجا، بس ده عامل مساله. عايز تظبط تظبيطه اخيره، 3 في جتا 4 س بيتكتبوا من غير ايه؟ من غير اقواس بقى، ما انت بتضرب دي في جتا بتنزل جتا. سالب المفروض سالب أربعة جاي أربعة بس من غير السين، السين بصفر. سالب 4 جا 4 س. ليه السين مشترك أس صفر والطرح؟ لا، دي الزاويه، دي اسمها زاويه، طيب بتفضل موجوده في المساله. ماشي، اه تقصد دي تبقى سالب 4 س؟ لا أقصد إن سالب جاي أربعة بس. لا، ما ينفعش، دي زاويه زي 60 زي 30 زي بتاع، ما ينفعش تتغير، تفضل اخر المساله زي ما هي. هو الفكره الاربعه دي ماشي عارف جت منين؟ ان انا برجع اشتق ال4 س، مشتقه ال4 س ايه؟ مش ب4؟ مع ده يعني هي ماشي مش تمام. الناس يقول لك بنطلع ال4، لا احنا مش بنطلع ال4، احنا بنشتق دي. يعني افرض كانت ايوه الزاويه جايه، افرض الزاويه كانت جايه لي مثلا جتا 3 س تربيع زائد 2 س مثلا، كنت انت هتشتقها ايه؟ سالب جا، ها سالب جا، الزاويه لا تتغير، 3 س تربيع زائد 2 س، بس ترجع تشتق الزاويه. مشتقه الزاويه بكام؟ 3 في 2 ب 6 س، زائد 2 س يبقى زائد 2 كده، المفروض كده. خدت بالك من الحوار ده؟ معايا عايز، فهمت الفكره ايه؟ بس ايوه لازم تكون بقى ممكن في سالب بسالب تظبيط بس كده، 3 في 4 ب 12، يعني كايه كشياكه، كان شكل المساله يعني س. وطبعا الشياكه دي مهمه، لان هو مش هيجيبها لي كده في الاختيارات، هيجيبها لي كده، هيجيبها لي المفروض، ماشي فدي اكيد يعني مش معقول هيجيبها لك كده يعني في الاختيارات بالمنظر ده، خليك يعني ايه ناصح، اكيد هيجيبها منمومه كده شويه. بس خلص على كده المساله. طب المساله دي هيقول لي عند س تساوي ايه بقى؟ زي ما التاني كان بيقول لي عند س تساوي 1، هيقول لي عند س تساوي طه على 4 مثلا. ايه طه دي بقى؟ طه دي ب 180، ماشي مفهوم 180 على ماشي 4 في 45، طيب يعني من الاخر بيقول لك عدل عن كل س ب 45، فانت تقول له 3 جتا، ها وتفتح قوس 4 في 45 ناقص 12، فاهمني فاهمني عايز؟ 45 جا 4 في 45، تبقى بقى انت بقى اقواسك بقى وتظبط الدنيا بقى كده، ماشي طلع على الآخر. تمام يا بطل؟ طيب في واحدة برضه، بص بقى خد بالك، كل اللي احنا خدناهم يعني الأنواع اللي احنا خدناها قوس عليه أس، الشغل ده كله ممكن يجي عليها، يعني ممكن يعمل لي إيه؟ أجيب لك واحدة بس بطريقة تانية. أهو ده ممكن على فكرة أجيبها لي فرضاني، يعني ما فيش أي حاجة خالص، يعني أجيبها لي كده زي ما افضل أنا كتير يا مستر، عشان واحد ايه يتسحر ويصحى ينام عشان ايه طب يدخل خلاص. قوس أنا آخر 12. مسألتين، آخر مسألتين، دي مرة ماشي جابها في امتحان الثانوية العامة سنة 2002، تخيل. بص قال له ص تساوي ظا 3 س، بس شكرا. والعيال من درجة سهولتها ما حلوهاش، قال لك ما معقولة دي، انا اشتقاها؟ اه اشتقاها يا عم، ده الصاد على ده س. العيال استغربوا، قال لك ايه ده؟ في مسألة كده؟ اه في مسألة كده، الظا مشتقتها ايه؟ ق تربيع 3 س، ماشي ومشتقة ال 3 س ب 3، خلصت المسألة. هم اللي خلاهم ما حلوهاش، قال لك يعني معقولة حلها سوري كده؟ اي اه حلها كده. تمام؟ طيب
ممكن يجيبها لك، يجيبها لك مثلا ايه، انا بس بعرفك الانواع، ممكن يجيبها لك قوس عليه اس، ممكن يجيبها لك اسمه كده. بس اقول كمان مسالتين وخلاص، معلش، واحده اسمه أقول يعني اقول لك جا س على مثلا جا 4 س على جتا 5 س، برضه نفس القصه دي اسمه. ماشي، هعمل 4 تقواس عادي. الله ينور عليك، 4 فوق وواحد تحت، صح؟ ايوه صح، واحد تحت كل تربيع. الله ينور عليك. مشتقة الأولى هتبقى جت 4 س والأربعة بتبقى بره، صح؟ نزلت الثانية زي ما هي، مشتقة الثانية خد بالك هسه هنزل هنعمل الثانية زي ما هي بقى الأول، مشتقة ايوه، الثانية هنعمل الجزء هتبقى سالب جت 5 س والخمسة، و5 2. تمام، على ماشي، جتا 5 س وكل تربيع. بص يا سيدي، لما بيجوا يكتبوا جتا 5 س وكل تربيع اللي هو المقام تربيع، بيحطوا التربيع ده على كلمة جتا مش على 5 س، لأن قلنا الزاوية لا تتغير، بحطه هنا. خلصت المسألة على كده. آخر واحدة هقولها لو جاء قوس عليه أس. قوس عليه أس في الحالة دي إزاي؟ يجيب لك منظرها كده، بص يقول لك إيه؟ صف يساوي 3 جتا، خليها جا بقى، 3 جا عشان جا سالب. 3 جا تكعيب، ركز، 3 جا تكعيب 5 س. عادي، دي قوس عليه أس؟ أه دي قوس عليه أس. لأن دي منظرها الأصلي إيه؟ زي ما أنا قلت لك أهو، زي ما أنت شفت هنا. لما كان ده قوس عليه تربيع احنا شلنا التربيع وحطيناه على الجت، فافهم من كده ان دي منظرها الاصلي كده 3 ج 5 س الكل اس 3، خلينا دي بص 4 عشان ما تتزاولش من الثلاثات، دي خلاها 4 عامه اهو. طب ما ده النوع ده قوس عليه اس، صح يا عز؟ مش هضرب التلاتة في أربعة ب 12 بقى والجو ايوه، نظام القوس عليه اس ايه؟ صد تبقى ب 12، يطلق ده صاد على ده س، ده صاد على ده س بس المكان 12 جا 5 سين كل تلاتة كل ايوه، ده تكعيب. 5 س كل اس 3، وترجع تشتق ما بداخل القوس زي ما اتفقنا، ارجع ماشي، اشتق ما بداخل القوس، مشتقه الجاب ايه؟ بجاب تبقى 5 س خمسة والخمسه. هنا وهنا. ماشي، عايز تظبط شكلها اكتر عشان تيجي في الاختيارات، 12 بتتضرب في ده، 12 في 5 ب 60 جتا 5 س. طب وهنا الاس 3 اتفقنا لما بيجي على الجا والجتا بيتكتب على الجا، يعني هتبقى الجا 3 جا تكعيب 5 س، هي ممكن تكون جالك في مفهوم. الحاجة. بس يا عم كل عام يبقى كده التفاضل كله، بس ما عدا مين؟ ما عدا مين؟ ما عدا معدل التغير. هقول لك بكره ان شاء الله ماشي، معدل التغير مع الايه، هرجع لك عليه برضو مع، ممكن نخش مثلا في الجبر او المثلثات يعني في الحصه الاولى كده، يعني هنظبطها مع بعض تفهمني ان شاء الله، يعني ممكن ناخد معدل التغير مع المثلثات هنظبطها بكره، تمام؟ يبقى انت قلت لي انت ممكن من 12، طب ولو من بدري من 12 برضه ساعه عايز، طب هقول لك على حاجه، انا الساعه 10 ده كده عليك لو بدري عنه يبقى أحسن.